by ISIL across the terrain. What we have not yet been able to do is to completely decapitate the Muslim. شوف من موجود من طواغيت هاشم، عندك عسكري موجود في السلسله العسكريه وزاره الداخليه، تبرأ منه اولا ثم اقتله ثانيا. والله يا اخوان والله يا اخوان ويقودون الحركه الاسلاميه الاكثر تشددا في العالم والتي تقدم. عسكري عسكري دخل المتهم. نايف عبد العزيز. ايوه نايف، ممكن تقول لي ايش اللي صار بالضبط؟ تفاصيل الحادثة كاملة. كان يوم الخميس تقريبا الساعة، ارفع صوتك، تقريبا بعد العشاء. كانت ملكة ولد عمي، اتصل علي كذا مرة بس ما قدرت اجي. كان عندي سلم عليك بصالح. الله يسلمك ويبارك لك. حياكم الله حياكم الله حياكم الله. تفضل. خليته يجي عندي للبيت بس كنت متردد، بس صدقوني الجماعة اللي معاي هم اللي نايف، شو السالفة يا نايف؟ أقول لك اسكت. عبد العزيز ناصر عسكري تبع الحكومة الكافرة. اسمعي يا ولدي يا نايف، جاتك الفرصة لكل المجاهدين يتمنونها، أبيك تقتل هالكافر هذا. سم يا ولدي. لا يا نايف، لا يا ولد عمي يا نايف، شو بتسوي يا نايف؟ لا يا نايف لا! طيب يا نايف، انت الان محكوم عليك بالقصاص، تهمة قتل ابن عمك وعسكري بنفس الوقت، يعني احد حماة الوطن. تقدر تقول لي ليش سويت كذا؟ كنت بقدم ولائي للدولة الإسلامية. انت مو نادم على اللي سويته؟ عسكري خذوا الخبز.